اسمحي لي اقول لك حبيبتي ديما، لان ماكو لغة ممكن يرتبط باسمك الا حبيبتي. انا وايد متحطم واحس اني ضايع بدونك، حطيت نفسي موقف وايد محرج وتسرعت لما نيت وخطبت فجر، وانا قلبي ما نبض الا لك، ما اعتقد انه راح ينبض لغيرك، لا فجر ولا غيره. انا ما ابي تاخذك العاطفه وتقولين هذه اختي وانا ما ابي اجرحها، بالعكس انت راح تجرحينها اكثر اذا خليتيها تستمر في علاقتها معي، وانا قلبي مو معاها، انا قلبي معك انت. انا حبيت فيك ثقتك بنفسك وثقلك، دورت على اشياء انت فجر للاسف ما لقيتها، وحاولت اخليها تثق بنفسها وحاولت اتاقلم مع شخصيتها، لكن للاسف ما قدرت. اما انت يا ديما اشوفك كامله، ما يبي لك اي محاولات للتعديل لا بالشخصيه ولا بالشكل، تعجبيني وايد يا ديما، فعلا وايد احبك. ديما جايبي لك ورده حمراء اليوم، الصاير صايره رومانسيه. من جايب لك؟ فجره بلا سوالف، ماني خلق شيء، واحترمي نفسك شوي. ليش؟ ايش قلت انا عشان احترم نفسي؟ جايبي لك ورده حمراء، مو اي لون، حمراء شماله. اوه فجره فتشي عني، قلت ماني خلق شيء. بلا ايش معصبه ديما، ايش فيك حبيبتي؟ ايش دعوه؟ أدري إيش بتقولين بينك وبين نفسك، معنى أنا من كل هالبنات هذول كلهم وهد أختي، راح أرد عليك وأقول لك إنك أنت من البنات كلهم أنا اخترتك. أنا بطلب منك شغلة صغيرة، وأتمنى إن فجر خدتك تكرهيني شوي شوي لين ما نفترق أنا وهي، وعقبها بيكون الطريق قدام حبنا جدا سهل، ما في صعوبات. حاولي تدميني قدامي وتقولين عني إني ما أستاهل، وأنا ترى ما أستاهل إلا أنت، ولا أبي إلا أنت يا ديمة. أحبك عدنان. فجر، هذه رسالة مو مالتي، أنا لقيتها. هذه أنت أختي وتسوي كذي، الغريب شو يسوي؟ خيريو سمعيني زين مرة ثانية، لو بغيت تسوين حركة من حركاتك ولا دقة من دقاتك قولي لنا، مو علشان يوقف قلبنا. لا حبيبتي ما يصير، أنا خططي لازم أنتم ما تعرفون عنها عشان السالفة ما تتبخر من مخي، وثاني شيء عشان إذا شفتوا الخطة مالتي تضحكون وتشوفون إبداعاتي. تصدقين عاد؟ والله وناسة. بدعت بهيفو، تستاهل. ما علينا، أنا ريحتي كلها انفجار، بروح أغير هدومي. هلو، هذا إيش فيها؟ ديمو ديمو شفيك شفيك، ما في شيء حياتي. طيب برطمش طوله، ما في شيء. عطينا وهم عطش دعوه، خلاص خلوني بحالي. انزين راح اغير هدومي، قومي قومي، خذيني معك، خذيني خليك بجوك هذا. اشتبين داقة
والدليل فيني انا اذا نمت تعبان ما ابي احد يدق علي، لا تدقين علي. خبل انت؟ مينون قاعد تكلم نفسك؟ الله ما ادري نواف. هذه عاشر مرة قاعد على فجر ولا قاعد ترد علي. صاير شيء بينكم؟ عيبة مو صاير شيء. سواء انا نايم دقت علي ما ادري ايش كانت تبي. انت تعرفني عدل انا ما احب لما انام احد يدق علي. يعني دقت عليك وانت ما ردت عليها وانت نايم؟ لا عيبة ملا رديت عليها بس ما ادري ايش كانت تبي. اكيد مستوعب. هتولي يا معود شوف هو وين طالعه يا معود روحه ما تدري عنك بحثنا فيها ما يخوفك فيها شيء صير ريال عاد اقول وسكر الموضوع لا حكك راشدي عفس ويك ترى ذبحتني فيها انت شفيك ديمه نعم خير يبا ماكو كنت قاعد ادق عليكم قاعد احاتيكم ما تردون ايش صاير مو صاير شيء وسوالف انا الحبيب والرومانسي اللي خايف عليكم سوالف الاوفر هذه ما تمشي علي انا ديمه شفيك ترى انا مو فاهم ولا شيء ايش السالفه اه حلو من الذكاء انك تسوي روحك غبي فجر ليش ما ادق عليك ما تردين لانك ردي انا ذنكم ليش فجر تحب عدنان دام انسان ردي وما يستاهلها يقص عليها ويقول لها احبك ويجيني وانا اختها ويقول لي احبك زين دام انه يبي يلعب ايش حقي خلى امتي وتكلم خالتي بدريه وتخطب وكان شيء رسمي يمكن ليش ان السالفه طولت ومسخت زهق الريال وبيفتك من فجر بأي طريقة الله يسامحك يبا ضعنا بدونك الله يسامحك يبا الله يسامحك ضعنا بدونك حبيب بعنا بسوق اشتريك بالغالي يا الحبيب نهوف ما أدري إيش فيني ما أدري إيش فيني ابني هذا بتذبحني والله بتذبحني إيه منك ومن رداك بس قاعد يدقدق عليها ودز لها مسجات وقاط نفسك قط وذال نفسك مذلة لكن لو تصير ريال شوي وتذكر وتبطل الخرفان اللي انت فيها وتبين لها انك مشغول صدقني هي اللي راح تركب وراك انا واقف الموضوع مو كذي انا حاسس ان عندهم مصيبه بالبيت بيني وبينك انا وايد قمت اخاف على فجر وايد قاعد احاتيها زين ايش رايك تكلم اختها وتطلب مساعدتها تطلب انك تقعد وياهم مكانين وتفهمك السالفه كلها مو هي حسبه اختك هي اكيد هي بحسبه اختي واكثر بعد سمها ما عندهم سوالف بعضهم ناس محافظين طبيعي حتى لو انا بكلمها وبقول لها ان انا بقعد وياك بكافيه طبيعي ما راح ترضى حتى لو كان موضوع نفس هذا زين انت ايش خسران دق عليها وكلمها يا معود خل نفتك بس من سالفتك انت وحبيبتك ما ادري ادق ايش ناطر ما عندك رقم اختها بلا عندي رقم اختها يوم تلفون فجر كان خربان دقت عليه من تلفون اختها وسيفته عندي خلاص هي دق لا تعلي كبدي فيش ما تردين فجور هذا كنا رقم عدنان شنو عدنان ليش داق عليك ليش مو سيفه رقمه تشبي برقمه سيفه ردي يلا خلصيني ردي هات ردي حطي سبيكر فجور ماني رده خي ولي خلاص انا بسكر جهازي الحين ليش تسكرين جهاز ردي دقي عليه مره ثانيه ردي يلا اعطيني راح ترديه وتقولين الو الحين راح احط سبيكر نعم الو قوة ديما شلونك ايش تبي عدنان ديما بغيتك موضوع ضروري اقدر اقعد وياك بكافيه ولا باي مكان ثاني انت واحد ما تستحي ولا تنتخي ولا فيك ذره رجوله اسمع عدنان رقمي يتعذرك واذا شفتك يوم من الايام داق صدقني لا اعطي رقمك حق اخواني ميانين ويدورون مشاكل وهواش فلو سمحت تاخر عن طريقي يفكني من شرك ليش ديما؟ فجر أنا شكو هو يبي يشوفني. هو يبي يشوفك يقولش بشوفك بكافي شاب؟ ليش شنو اللي بينك وبين ديما؟ فجر ما بيني وبينه شيء أنت شايفة أنا سكرت بويها وما عطيته وي. أوكي. فجر. ديما قومي طلعي برا لأنه ما اشتهي أشوف وجهك بعد لو سمحتي. إيش
قالت لك؟ فجر ادق عليها ما ترد، وديما اكلمها بنفسه، ما ايش السالفه؟ مينون انت قاعد تسولف مع نفسك؟ ايش قالت لك البنت؟ ما ادري يا نواف. يبا انا متاكد ان عندهم مصيبه بالبيت. المشكله ولا واحده فيهم راضيه تتكلم. انا احس ان فجر طايحه مصيبه، بس شنو ما ادري. انا اقول خلع على راحتها، ومتى ما ولهت عليك هي راح تدق. هذه اذا ولهت، بالله ما ولهت، شو اسوي انا؟ ما يبي لك كلام بعد، شيلها من راسك، انساها، البنت ما تصلح لك. الله يا ليت الامور بالسهوله هذه يا نواف، يا ليت. ويا ريت تصير ريال مره واحده بحياتك. تكفى قوم ودني البيت، ترى بروحي ما لي خلق شيء. اقعد يا ايبا اقعد، لحد الحين ما هي العشاء، اقعد. فجر رفع راسك وسمعيني عدل. لا تخلي الافكار والشكوك اللي ببالك تنسيك من انا. انا اختك. اختك اللي تحبك وتخاف عليك. أنا مثلك مصدومة من الرسائل وما أدري شنو اللي قاعد يصير، بس ما أدري شو أسوي. أي أقول لك وجرحك ولا أخش عليك، وهم بعدين تدرين وتنجرحين. بالحالتين عدنان ردي وما يستاهلك. دام تقولين هو ردي، ليش رحتي كلمتي ديما؟ لا تظلميني، تكفين أنا بروحي تعبانة. فجور أنا حالي من حالك، تفاجأت من رسالة وخشيتها، ما ادري ايش اسوي، ايش اقول لك يعني؟ ديما انا وايد تعبانه، ديما وايد عورتيني وايد. فجور حتى انا تعبانه. صدقيني هو ما يستاهل دموعك، لا تبكين عليه، هذا واحد ما يستاهلك. بس انا راح اعلمه، صدقيني راح اهز او اواجهه بالسالفه، وراح اروح انا وانتي ونقط رساله بويه. فجر انا اختك، اختك ما راح اسوي فيك كذي.